أنا اسمي محمد حديثة، مواليد 92، 20/10/92. النهاردة كان عندنا ماتش في سبورتنج في طنطا في دوري القسم السادس. حصل معانا موقف غريب النهاردة. النهاردة كنت نازل وفريقي خسرنا 2-0، الحكم طردني واتكلمت أنا في الموضوع ده كتير على الفيس إن أنا اتظلمت وحصل ظلم كبير. فحصل موقف تاني بعدنا ما طلعت من الطرق، مصطفى نزل الحكم واخد بعضه وماشي هو والحكام الراي. انا مصطفى حديثه، مواليد 92، توأم محمد. انا اول ما نزلت لعبت يا دوبك بتاع 3 دقايق، حارس مرمى القسم بتاع سبورتنج راح مكلم الحكم قال لي يا كابتن العادل اللي انطرد نزل، راح مسفر ونزل الماتش وماشي. بس ده اللي حصل.